ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. مرحبا بكم الناس الكل، انتم في الاستماع على إذاعة الحياة فام، موعد جديد من ريكاب ميدي. نص النهار و15 دقيقة من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي، باش نرجعوا على أبرز المستجدات على الساحة الوطنية وكذلك الدولية. باش نحكيوا على برشا أخبار، على زيارة رئيسة الحكومة إلى منتدى دافوس ومشاركتها في هذا المنتدى ومدى أهميته. ولكن قبل كل شيء تنجموا تسمعونا على 93 على البوندا فام وإلا على الباش فيسبوك نتاعنا إذاعة الحياة، مقابلها بالفرنسي الحياة فام، وبيع على لايف ستريمينغ على السيت ويب نتاعنا الحياة فام بوان. ترحب بالفريق العمل معنا لليوم، أحمد المخلوفي في الإخراج التقني للحصة، أحمد الشفار في الديجيتال، معكم سهام حمدي في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. شنو استنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نحكيو على مرض جدري القرود، عفى الله الجميع. شنو هذا المرض اللي قاعد ينتشر في عدة دول من العالم؟ فما مخاوف في عدة دول اليوم من هذا المرض، باش نحاولوا نتعرفوا عليه، شنو طرق العدوى، شنو المخاطر نتاعه، وناخذوا عليه فكرة أوضح من أهل الاختصاص. سينو زيدا باش نحكيو على اتحاد الفلاحين، المنظمة الفلاحية، هالصراع اللي صاير توا على رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجدل اللي صاير، باش نرجع عليه بطبيعة. سينو زيدا نحكيو على الانتخابات والاستفتاء في الانترفيو دي جوغ متاعنا لليوم، يكون عنا حوار على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كيف تجري الأمور داخل الهيئة مع اقتراب موعد الاستفتاء، أهم التحديات المطروحة وشنو اللي أمام هيئة الانتخابات أنها تقوم به من أجل إنجاح المواعيد الانتخابية القادمة. في ديفير نيوز لليوم نحكيو اقتصاد، مشاركة رئيسة الحكومة السيدة نجلة بودن في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بحضور 2500 من القادة والخبراء من أنحاء العالم. شنو نجم تربح تونس من مشاركتها في منتدى دافوس؟ شنو لازم تعمل رئيسة الحكومة في منتدى دافوس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد؟ هذا اللي باش نعرفوه في ديفير نيوز. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نص النهار 31 دقيقة، أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام، إذاعة القيروان للصحة. كالعادة في ريكاب ميدي نبدأ بالأكتواليتي. أكتواليتي. الأكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم قاعدين نتابعوا في الأخبار بخصوص مرض جدري القرود، عفى الله الجميع، قاعد ينتشر في عدد من دول العالم، واليوم فما بعض الغموض حول هذا المرض، حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عليه. تتويت معنا الدكتورة ريم عبد الملك المختصة في الأمراض الجرثومية. دكتورة ريم عبد الملك، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة مدام ريم. قاعدين نتابعوا في آخر الأخبار بخصوص مرض جدري القرود، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على هذا المرض اللي قاعد ينتشر في عدد من دول العالم. هو بالنسبة للمرض هذا، هو مرض فيروسي، هو مرض متاع حيوانات موجود عنده باشا. أول مرة عرفناه عند القرود عام 1958، وأول مرة صارت حالة عند العبيد عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هي عادة من عام 1970 موجود عند العبيد اللي تسكن في البلدين متاع إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية، اللي يعيشوا بحث الغابات الاستوائية وإلا الغابات اللي فيها الحيوانات الوحشية، كيف مع القرودة، كيف مع عندهم أنواع من القوارض اللي هما كبيرة ومتوحشة، مش كيف ما اللي عندنا نحن في مثلا حوض البحر المتوسط. واللي هو يشبه برشا الجدري نتاعنا اللي احنا اتنحى من العالم من عام 1980. توا من 1970 لليوم صاروا برشا أوبئة في البلدان هذوكم.
ساعات يدا واحد وحده، ساعات عائلة كاملة، ساعات يوصل حتى بخمسة مية ستة مية بشر يمرضوا. أما زولي إحنا عنا آلاف الأمراض الجرثومية والفيروسية والباراسيتات في الدنيا ما نسمعوش بيهم في بالنسبة للناس. معناتها فما المختصين في العلوم هذوما من الجرثومية ديما نتبعوا في الحالات ونشوفوا واش فما وما فماش، خاطر كي واحد يسافر ويرجع يلزمنا نفهموا شنو عنده. مي بالنسبة لي أيها الناس بيان سور ما كنتوش تسمعوا بيه. الأعراض نتاعو تشبه ياسر الجدري القديم نتاعنا، واللي هو واحد يعمل سخانة، يعمل طفرة في الجلدة نتاعو، معناتها يطلعوا له حبوب يشبهوا للي ما يعرفوش الجدري، خاطر احنا تنحى من البلاد عنده برشا برشا، يشبه للزقار، ما هو أكثر برشا من الزقار، يشد برشا الوجه، يشد كفوف اليدين، يشد كفوف الساقين، ويطلع حتى من اللوتان بين ساقين. واللي الطفرة هذه توجع تبدأ فيها حبوب بالماء، ومن بعدين يشيحوا، وبعد يعملوا قشرة، وبعد القشرة هذه تطيح. العدوى كيف ما الأمراض هذوما اللي يصير فيهم ماء في الجلد الكل يتعدى يا بالشدين، واحد يبدأ عنده يديه مجروحين جرحى حتى صغيرونة، ويشد واحد من البولة هذيك اللي فيها الماء يتعدى، لكن شي يتعدى بالهواء ينجم زاد بالهواء ينقل العدوى يعني لهذا المرض. بيان سور كيف ما مرض الزقار يتعدى بالهواء نفس الحكايه. هو تويكا اغلبيه الحالات في الدنيا ومن قبل يتعدى من الحيوان للانسان، اما العدوى ما بين الناس صعيبه شويه. العدوى بالهواء بين البشر ما هيش سهله برشا. اما بالشدين يبدا هكا كونتاكت برولونجي ينجم يعدي. المرة هذه اللي عندنا موجود في الدنيا شوية حكية في أوروبا وفي الإتازيوني وفي بلدان أخرين، مش كلهم القاوة عندهم كونتاكت مع حيوان متوحش. معناتها الأكثرية اللي مرضوا اللي هم رجال صغار في أغلبيتهم ما عندهمش كونتاكت، ما مشيوش للغابة استوائية، ما جيهمش حيوان مستورد من برا، ما سافروش هما معناتها لإفريقيا ولا واحد من عائلاتهم. ملا كيفاش نفسروا العدوى اللي صارت بينتهم دكتور؟ هو التفسير اللي يمكن يكون موجود، خاطر أغلبيتهم توا اللي جي عندهم المرض هم رجال يرقطوا مع رجال. كانت فما ما تعرفوا اللي فما اليوم العالمي للناس اللي معناتها الرجال يتوقف مع المثليين وهذوكم، كان عندهم مهرجان كبير اللي هما تلاقاوا فيه باش يحيوا الذكرى هذه، واللي يجم يكون فما واحد في وسطهم والا برشا في وسطهم كانوا في منطقه استوائيه وجاوا من منطقه استوائيه وهما في فتره الحزانه. وكيف ظهرت العلامات فيدي هو مهرجان وفيه دي كونفيرانس وفيه اجتياح وفيه خروج وفيه يدخل وفيه عشاء وفيه هذا فيه كونتاكت ويقعدوا في بلايص ساعات مسكرين ساعات في الهواء، تجم تكون العدوى انتشرت ما بيناتهم، خاطر كما قلت لك يتعدى بالشدة. وكي كل واحد روح لبلاده وقتها ظهرت عليه العلامات، خاطر فترة الحضانة تمتد ما بين 5 أيام و 13 يوم، أما تجم تزيد حتى ل 21 يوم. هذه هي التوالي تعود لي دكتور ريم، تعود لي دكتور ريم، فترة الحضانة هذه قديش تدوم؟ هي ما بين 5 و 13 يوم في أغلب الحالات. أما تجم تكون من 3 ل 21 يوم في الحالة القصوى. فهمتك، وشنو هو اللي يميز الفترة هذه يا دكتور؟ في تونس ما عندناش ما عندناش معناتها ما نحبش الناس يتفاجعوا، رانا ما عندنا شيء بالنسبة للوقت الحالي. المنظمة العالمية للصحة والمنظمات اللي لاهية بالحكايات هذوما الكل نتاع الخطر البيولوجي قاعدين يتبعوا في الاحداث ساعه بساعه ويوم بيوم. احنا كيف في تونس عندنا يقظه على الحكايات هذه قاعدين نثبتوا فيها. ما عندناش حالات بالنسبه للوقت الحالي. احنا ما نساوش اللي توا عندنا الزقار في البلاد، معناتها ما يلزمش الناس تتفجع وتخاف تقولها وطلعوا له حبوب في لحمه ولدي والا عبد كبير، انه توا عندنا الزقار حاجه عاديه على الاخر تجي في الربيع كلها. اما جدري القرود ما تاكد لنا دكتور وانه ما تمش تسجيل اي حاله في تونس. لا ما عنيش. الحمد لله. دكتور بخصوص فما تلقيح، فما دواء مثل لو كان يظهر لا قدر الله هذايا موجود، خاطر كما قلت لكم هو فيروس قديم
وعليه برشا بحوث من قبل، خاطر هو كان عامل شويه مشاكل في افريقيا الوسطى كما قلت لكم وافريقيا الغربيه، وكم هو يشبه برشا للجدري نتاعنا، والابحاث عن الجدري عمرها ما وقفت. دونك بداو البحوث عندهم برشا، وعندنا دواء فعال بالقدا يمشي على الفيروس هذي، وعندنا تلقيح اللي هو كيف كيف كانوا مش يبداو يعملوه للبلدان اللي هما مشدودين به اللي في افريقيا. توا اذا فما مشكل والا اذا لطف فما انتشار، اما صعيب شويه باش يكون فما انتشار سهل، احنا طويلا نراقبوا ونشوفوا ونستناو واش مش يقول لنا المستقبل. الفاكسان موجود، وحتى للناس اللي عندهم 40 سنة فما فوق راهو الفاكسان القديم نتاعنا نتاع الجدري اللي عملناه راهو يحمي ضد الفيروس هذه، خاطرهم من نفس العائلة. معناها اللي ملقحين على الجدري قبل التلقيح هذاك معناها يحميهم إلى حد الآن ولا يعاودوا التلقيح من جديد؟ لا لا لا، هو يحمي تويكا بالنسبة للوقت الحالي، ما نسبقوش الأحداث. خاطر التلقيح نتاع الجدري نعملوه مره في العمر كهو، ما نقعدوش نعاودوا فيه. مازلنا توا كما قلت لك ما نسقوش الاحداث. عندنا حاجه قاعده تصير البرا، فما حالات ماهمش برشا، ماهمش بالمئات، هما يضم بعض العشرات في بلايص تقريبا 92 متوسطة. اخر الارقام حتى نهار السبت 92 تقريبا في العالم. أي. اما موزعين على اكثر من 20 صحيح. دوله، معناتها تشيشه تشيشه اون فافواغ. تلقى لازم الواحد كما قلت لك المنظمه العالميه للصحه والمنظمات الكل والوزارات الصحه الكل قاعدين يراقبوا بالاهتمام. بربي دكتور باش نسالك بخصوص المرض هذايا، هل يستوجب العزل؟ خاطر قاعدين نشوفوا في دول معناها تفرض حجر الزامي على المصابين بجدري القرود، فما زاد حتى بعض الاصوات هوني في تونس اللي تقول لك لازم نسكروا البلاد خوفا من انه ينتشر هذا المرض في تونس. يستوجب العزل هذا المرض كما فيروس كورونا مثلا؟ هو ما فماش مرض جرثومي ولا فيروسي يتعدى بالهواء والا بالشتان ما يلزموش عزل، اما مش معناتها عزل معناتها واحد مش فكروا عليه الحبس. احنا مثلا كي صغير يمرض بالزجار حطوه في دارهم 14 يوم اذا ياخو كونجي من المكتب ما يمشيش مع اصحابه. كي واحد يمرض بالحصبه يلزمو كيف كيف 7-8 ايام يقعد في الدار. هذوما حاجات متعودين بيهم في الامراض الجرثوميه، وعندنا الاف والاف الامراض الجرثوميه. اذا اي واحد عندنا ما نحكيلكش مئات الامراض اللي توا موجودين واللي هما عاملين ديزيبيدمي في الدنيا، مش نسكروا على الدنيا الكل، معناتها حاجه غير معقوله. مانيش على خاطر فما حاجه صارت في بعض البلدان احنا مش نسكروا الدنيا الكل. اول حاجه كما قلت لك العدوى ما هيش سهله بالطريقه اللي نتخيلوها ما بين البشر، خاطر هو مرض حيواني قبل كل شيء. ثاني حاجه المرض هذايا كما قلت لكم فيه دواء فيه فاكسان، معناتها ما فماش امكانيه اللي هو يعمل لنا اللي صار لنا في الكوفيد. راهو معناتها الكوفيد هذه حاجه خلقها ربي جديده نظره ما كناش نعرفوها بالكل. هذايا حاجه نعرفوها كما قلت لك من عام 1970 عند البشر. واضح. معناتها ما هيش ما يلزمناش نعملوا من كل حاجه توا نعملوا ريكاب ميدي. وفي ريكاب ميدي وقيت الانترفيو دي جور. انترفيو دو جور. في الانترفيو دو جور لليوم يرافقني سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي، اهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين، وبدايه اسبوع طيبه لكل الناس ان شاء الله يا ربي. هذا ما نتمناه للناس الكل يسمعوا فينا على اذاعه الحياه فهم سينو. بدا العد التنازلي واقتراب المواعيد الانتخابية القادمة، أولهم الاستفتاء اللي هو في 25 جويليا، وبدينا نقربوا ال 25 ماي زادة وين باش يصدر المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء. هذاك علاش معنا اليوم بالتليفون السيد محمد تليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سي محمد تليلي المنصري مع السلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم، مرحبا بضيوف وبكافة المستمعين. مرحبا سي محمد تليلي. عايشك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي محمد تليلي المنصري طبعا تابعنا يعني منذ تكون ولا الإعلان على أعضاء هيئة الانتخابات إلى انطلاق أعمال واجتماعات المجلس متاع الهيئة. وين وصلت بالضبط عملية الاستعداد للانتخابات أو للاستفتاء خلينا نقول اللي هو الموعد الأول اليوم المعنين به التوينسا؟ شكرا. هو في الواقع
احنا تقريب جلساتنا اصبحت علنيه، واخذين قرار اني باش تكون مباشره على الموقع نتاع الهيئه، بالاضافه الى كون كل مداولات بتفاصيلها باش تكون منشوره على الموقع بصفه مباشره. هذا اولا. ثانيا، احنا صحيح تداولنا في عده نقاط منذ المجلس الاول، واهم هذه النقاط هو احنا حاليا عندنا قانون انتخابي ينظم الانتخابات والاستفتاءات لسنة 2014، وفيه أجال محددة وطرق وإجراءات وشروط معينة لإجراء هذا الاستفتاء تداولناها بتفاصيلها. وفي نفس الوقت رفعنا عدة مقترحات إلى رئاسة الجمهورية بوصفها هي الماسكة للسلطة التشريعية، وهناك بعض الاقتراحات. ثم أول مقترح هو كونه بتطبيق القانون الحالي تكون هناك ضغط كبير للوقت، باعتبار وكونه الرزنامة باش تعطينا فقط 10 أيام للتسجيل. تعطينا 10 أيام للتسجيل، بما يعني وأنه مش باش نجاوزوا 70,000 مسجل من جملة 2.5 مليون تقريبا اللي عندهم حق التسجيل. هذا رقم قليل برشا، هذا عائق كبير بطبيعة الحال باش يتصادم مع مبدأ الإتاحة، مبدأ المساواة حتى على مستوى النجاعة في حد ذاتها. هناك مقترح معناها مقترح ثاني، وهو كونه طلبنا رئاسة الجمهورية بإمكانية نتاع التدخل التشريعي، وذلك بتجاوز هذه المعادلة واللي تتمثل في اعتماد التسجيل الآلي وليس التسجيل الإرادي الاختياري كما هو موجود توا. وهكا يولي كل مواطن تونسي بلغ سن 18 سنة يجد نفسه مسجل آليا بسجل انتخابي، والهيئة تكون عندها صلاحية فقط للتحييل أو لتشطيب من له مانع من الموانع القانونية بطبيعة الحال. هذا مقترح آخر. وننتظر تفاعل رئاسة الجمهورية في خصوص هذه النقاط أخرى، منها إعفاء الهيئة من الصفقات العمومية على الأقل بصفة استثنائية. نعرف كل الروتين الإداري والإجراءات المعقدة للصفقات العمومية اللي ما تتمشاش مع خصوصية الانتخابات. وكذلك تدارسنا وضعية متاع وأنه في صورة وأن رئيس الجمهورية بطبيعة الحال مش باش معناها تستجيب لكل هذه المقترحات، لأنه نظريا يبقى حتى ربما النظر في تأخير هذا الموعد قائم، باعتبار وكونه نعرفه كل 25 جويلية هو صيف، 25 جويلية المواطنين بالخارج الموجودين في تونس، 25 جويلية في مناطق الجنوب البلاد التونسية نعرف كل تقريبا 57-50 درجة متاع حرارة، نخسروا برشا توقيت ربما للذهاب إلى الصندوق. ونحن كلنا نعرف كونه الانتخابات بصفة عامة تقاس بالنجاعة، والنجاعة تقاس بنسبة الإقبال على التصويت وبقبولها في نهاية المطاف. هذه كلها احنا كهيئة في إطار قراراتنا السيادية والولاية العامة الموجودة بالنسبة للانتخابات على ضوء تفاعل رئاسة الجمهورية. مازال ما تفعلتش رئاسة الجمهورية سي محمد بخصوص هذه المقترحات؟ نعرف كل وكونه بالقانون الحالي 25 ماي هو آخر أجل لدعوة الناخبين يكون مصحوب بنص الاستفتاء. احنا تقريبا مازالوا نهارين لهذا الموعد بالقانون الحالي. معناها وقع إرجاء البت في المصادقة على الرزنامة إلى حين تفاعل رئاسة الجمهورية، وبالطبع الحال احنا مجلسنا تقريبا منعقد بصفة دائمة، وباش يكون هناك اجتماعات وباش يكون القرار نتاعنا إن شاء الله على ضوء كل هذه التفاعلات وكل التطورات النجمية. بيه معناها سي محمد تليلي المنصري الموعد في حد ذاته، موعد الاستفتاء في 25 جويلية، يعني إمكانية تغييره واردة بالنسبة لكم كهيئة الانتخابات، وهذا تقدم في مقترح للرئيس. هو قانونا السلطة هي من تحدد الاستفتاء وليس الهيئة. نحن لنا قرار سيادي في خصوص الانتخابات التي أصبحت دورية ومعلومة بصفة مسبقة. مثال من هنا لتو عنا انتخابات رئاسية باش تكون في سبتمبر 2024، موعدها ثابت وواضح، هذاك قرار سيادي للهيئة، لا دخل لأي سلطة أخرى فيها. لكن بالنسبة للانتخابات الطارئة الفجائية أو السابقة لأوانها، هذه ما نحددهاش احنا، هذه تحددها السلطة. لكن نحن كهيئة بطبيعة الحال عندنا الولاية العامة على الانتخابات، لازمنا نوفروا لها الظروف الملائمة لإنجاحها، وإنجاح الانتخابات لا يقاس إلا بالنجاح. لأنه يعني نعرف كل احنا هاو نشوفوا حتى في الفترات السابقة، الانتخابات السابقة
حتى ضعف الأداء السياسي اللي صار تقريبا وقع تحميله للهيئة. وهو أمر معناها فيه الكثير من التحامل على الهيئة. ذلك علاش احنا ديما نحبوا نضمنوا نجاعة، والنجاعة هي المقبولية ونسبة الإقبال لازمها تكون معتبرة. سي محمد ليلي، في صورة صدور يغير جزء من القانون الانتخابي بعد عوض شهرين، يعني ذاك الإعلان ودعوة الناخبين تصبح 45 يوم أو 30 يوما، هل أنه يمكن نقوم بالاستفتاء يوم 30 يعني 25 جويلية، مع العلم أنه بالنسبة لينا المكاتب الجهوية يعني لازمها شوية دعم ومراجعة، وخاصة الجانب المالي بالنسبة للتسجيل، التسجيل عن بعد نعرف أنه مش ناس الكل بإمكانها التسجيل عن بعد، وأنه ثم ناس اللي ما عندهاش الانترنت وما عندهاش سمارت فون، فشنو الحلول اللي تروها؟ الحلول كلها موجودة، موجودة حتى في مداولاتنا في المجلس الأول، وهذه كل الإشكاليات اللي طرحتها توا كلها طرحناها في المجلس الثاني، واقترحنا التسجيل الآلي، معناها كل مواطن بلغ سنه 18 سنة بصفة آلية يجد نفسه مسجل في السجل الانتخابي. شنو يبقى دور الهيئة لهنا؟ دور الهيئة يولي معناها في إطار الرزنامة، وأن تكون عندنا حملة تحسيسية للمواطنين باش نعلموه اولا وانه راهو قاع تسجيل الساعه، لازم يعرف اللي هو قاع تسجيل، وثانيا لازمنا نعلموه وانه راهو قاع تسجيلك على ضوء مقر الاقامه نتاعك الموجود في بطاقه التعريف، واذا كان انت كنت تخدم في مكان اخر راهو بامكانك التحيين وتغيير هذا المقر. مكتب الاقتراع تقصد يعني باش يغير هو اقتراع؟ نعم. ينجم، خاطر ينجم يكون هناك اختلاف بين ما بين العنوان الموجود في بطاقة التعريف ومكان الإقامة ومكان العمل نتاعه اللي يكون مركز الاقتراع مختلف. في الحالة هذه نعلموه أولا راه وقع تسجيله آليا، وثانيا راه يمكنك أنك تحين المركز الاقتراع نتاعك إذا كان مقر العمل نتاعك ما هوش هو المقر نتاع الموجود في بطاقة التعريف. معناها باش تكون ثم مجهود إضافي للهيئة، مش معناها راهو ثم إشكالية أخرى بربي سي محمد تليلي المنصري، هو مثلا عمره 18 سنة ولكن ينجم يكون متواجد في السجن، نجم يكون سافر خارج حدود الوطن، هذا كيفاش يعني باش يتم التثبت منهم من قبل أعضاء الهيئة، خاصة وأنه الفترة قصيرة؟ يعني باش تكون بطبيعة الحال جهد كبير للهيئة في إطار العملية التحسيسية، احنا باش تكون عندنا معناها مساعدة ومشاركة مع كل المؤسسات والوزارات، وزارة العدل ووزارة الداخلية، وباش نشطبوا لكل من له مانع من موانع الانتخاب بطبيعة الحال، وباش نقوموا بالعمليات التحيين اللازمة. معناها راهو كما كنت تحكي توا، مش معناها راهو تسجل آليا باش يكون عنده حق آلي ومكتسب للتصويت، احنا باش نثبتوا في كل شروط والموانع نتاع الترشح في إطار مع وزارة الداخلية مع وزارة العدل من خلال الأحكام الصادرة خاصة بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية إلى آخره. هذا بالإضافة إلى كون هناك جهود أخرى كبيرة بطبيعة الحال تخص الانتدابات، خاصة الهيئات الفرعية اللي معناها توا حاليا بصدد تعديل وتنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة، باش تكون هناك معناها تغييرات في الاتجاه هذا، خاصة على مستوى الانتدابات كذلك باش تغير عدد شروط، باش تكون كلها موجودة على الموقع نتاع الهيئة، وتوقع التعليقات اللازمة لكل الأسماء، وستعطى أجال للاعتراض، وكل من له اعتراض على بعض الأسماء يقدم بما يثبت ذلك للهيئة، وإحنا مش باش نتردوا في التشطيب نتاعه إذا كان ثم مسألة نتاع ولاءات وإلى انتماءات وإلى آخره. معنى هذا كله باش يكون برنامج كامل، إحنا انطلقنا توا عطينا الإدارة التنفيذية الصلاحية نتاع البدء في هذه الانتدابات وخاصة في الشراءات، وعملنا توا حاليا المجلس على الحملة التحسيسية نتاع الاستفتاء في خصوص المشاركة وكذلك في خصوص التجهيز. الهيئة راهو بصفة عامة ديما تبقى جاهزة، راهو تقريبا قمنا بجميع أنواع الانتخابات الطارئة والفجئية والسابقة لأوانها في الرئاسية اللي فاتت، وشفتوا حتى وفاة المرحوم باجي قايد السبسي كيفاش هو مات الصباح والرزنامة صدرت العشية، عملنا انتخابات بلدية في 350 دائرة وفي الخارج مش مشكلة على المستوى اللوجستي وكذا، فقط حماية المناخ السياسي ذاك أهم حاجة اللي يهمنا، احنا نجاعة العملية بصفة عامة ذاك هو اللي يهمنا،
وتلم بلادنا بصفة عامة، هو كونه تكون ثم مشاركة فعالة وقبول للنتائج، هذا أهم حاجة بالنسبة لنا. سي محمد ليدي، أعود معك إلى موضوع الإعفاء من الصفقات العمومية والمرور، يعني إذا كان فهمت أنا من كلامك، إلى التفاوض المباشر. تراش هذايا مدخل إلى برشا يعني نقد، على أساس أنه التفاوض المباشر يمكن أن يؤدي إلى شوية تضارب مصالح، وشفناه هذايا في هيئة سابقة دون ذكرها، وحتى لين نبعدوا على كل الجانب هذايا أنه نبقي على الصفقات العمومية، فما رأيك؟ هو رو صحيح، وأنا ربما عشت حتى الرعايات هذه في السابق، وفي نفس الوقت يلزم ضمان حد أدنى من الشفافية. ثم وضعيات ما تجمش تجازف به. أنا أعطيك مثال، أنا حتى في الانتخابات البلدية وقت اللي أشرفت عليها صارت لي أنا في خصوص بطاقة الاقتراع مثلا، من اعتباعة أوراق الاقتراع، ما نجمت نجازف وأني تتعطى إلى شركات خاصة وخلي المطبعة الرسمية اللي هي مؤسسة بتاع الدولة حتى على مستوى الحماية، حتى على مستوى السيكوريتي، يقع لي أنا تسريب، بعد باش تكون معناها إشكالية كبرى في خصوص ربما التزوير بتاع الانتخابات بصفة عامة. مش تلقى بطاقات غير مطبوعة، مثال في الصناديق، وبعد يعني تدخلك الجانب البوبلي هذاك متاع الشفافية. اي نحكي لك، معناها ما نجيبش نخلي انا المطبعة الرسمية بخبرتها مؤسسة بتاع دولة وتكون موجودة حتى بعض الاعوان بتاعها وعندها مكتب في الهيئة تشرف عليه الهيئة مباشرة في خصوص الجودة والطرق بتاع الحماية، وتتعطى لشركات خاصة تنجم لسبب أو لآخر يوقع يعني مسألة حساسة وحساسة كبرى ربما تهم حتى الأمن العام تاع البلاد. واضح. معناها ثم خصوصيات في الواقع راهو، لكن يلزم في هذا ما يعنيش وأنه ضمان حد أدنى من الشفافية، هذا ما بلا شك فيه. واضح. به سي محمد تليلي المنصري، الحقيقة اليوم فما هكا برشا غموض يكتنف معناها العملية الاستفتاء بصفة عامة، إلى حد الآن ما نعرفوش علاش باش يتم استفتائنا، هل على خاصة وأنه الاستفتاء ونص الاستفتاء الذي لازم يكون واضح موجز والإجابة تكون نعم أو لا ولا موافق وإلا غير موافق، على شنو بالضبط باش يتم الاستفتاء هذايا، هل على النظام مثلا السياسي أم على دستور جديد؟ لو كنت توضح لنا من فضلك، يعني لو كان عندك فكرة. هو في الواقع راهو في نهاية المطاف باش يكون خيار سياسي اللي احنا راهو نتجنبه دائما الدخول فيه مثل هذه التجاذبات. نحن في جانب التقني في الجانب القانوني بطبيعة الحال باش يكون عندنا رأي واضح ويكون صريح، لكن في اختيار الطرق بتاع التصويت وطريقة الانتخاب والاقتراع وعلى ماذا سيقع الاستفتاء وإلى آخره، أنا نخير أن الهيئة تبقى ديما جانبا في خصوص كل هذه التجاذبات حقيقة. واضح. في انتظار الإعلان عليه طبعا من قبل رئيس الجمهورية، ولو أنه المواعيد يعني مضبوطة جدا. خليني نسألك سي محمد تليلي المنصري على الرزنامة، كانت هيئة الانتخابات نشرت الرزنامة بتاع الاستفتاء نهار 14 ماي الحالي على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، في رزنامة محددة وإنما بالمطالب اللي وجهتهم الهيئة إلى رئيس الجمهورية قد تتغير هذه الرزنامة. بطبيعة الحال تنجم تتغير هذه الرزنامة، لكن إذا كان تم التغييرات باش تمس التسجيل باش يولي آلي، احنا وقتها حتى الاعوان باش يوقع انتدابهم ماهوش باش تكون في فرق متنقله لتسجيل الناخبين، بل فقط لاعلامهم بامكانيه التحيين. تدخل تنقيح نجم يمس الصفقات العموميه، معناها مع تشك اجال نتاع الشهر ومتاع الصفقات اللي ينجم يعيق عمل الهيئه، كذلك ينجم يحدد لنا من هم المعنيين بعمليه الاستفتاء، معناها الاحزاب وال ومن هم الاشخاص المعنيين بالمشاركه في الاستفتاء بشكل قدموا للهيئه مطلب مشاركه في الاستفتاء ونعتمدوه احنا بصفه رسميه، باش يحدد كذلك كيفيه التمويل العمومي للمشاركين في الاستفتاء، معناها والمده نتاع الحمله واجال الحمله، هذا كله هو اللي نجم يمسهم التنقيح بطبيعه الحال باش تكون الرزنامه تتغير بصفه اليه. يعني موعد الاستفتاء قد لا يتغير 25 جويليا، ولكن تتغير بعض الأمور الأخرى، يعني
في خصوص جزئيات نتاع التطبيق نتاع الرزنامه فقط، لكن الموعد يبقى ديما هو خيار نتاع السلطه اللي هي تحدد الموعد. واضح، ولكن هيئه الانتخابات تقول انه باش يكون فما هكا نسبه مشاركه افضل، قد يتم الافضل يكون انه تغيير يعني موعد الاستفتاء في 25 جويلية. ولكن الحقيقه يعني احنا نتابعوا في خطابات رئيس الجمهوريه قيس سعيد ويبدو انه متمسك بهذا التاريخ 25 من جويلية. لو كان يصير الاستفتاء سي محمد تليلي المنصري، وديما نحكي يعني على اعمال الهيئه وخبره الهيئه وسيادتك يعني نظمت سابقا عده مواعيد انتخابيه، لو كان يتم في 25 جويلية هل ستتأثر نسبة المشاركة؟ يعني نقصد من ناحية الوقت، عامل الوقت هذا لو كانت تكون بعد 25 جويلية تكون أفضل نسبة المشاركة؟ هو في الواقع احنا ديما قبل حتى في اختيار المواعيد تلاحظوا ديما وإن ديما نختاروا لأما موعد سبتمبر أو أكتوبر. تقريب أول مرة بتصير انتخابات في فصل الصيف وفي هذا التاريخ. والتخوف هو كون هذا الموعد هناك بعض العوائق في خصوص نسب الإقبال كما كنت أكدت عليه فصل الصيف، وربما حتى ثم بعض الامتحانات الوطنية والمواطنين بالخارج نعرفوا كل يكونوا تقريبا البارش يكونوا موجودين في تونس ويبدو مسجلين برا معناها ما يجموش يصوتوا، وهذا بالإضافة إلى حالة الطقس خاصة نعرفوا في الفترة هذيك باش تكون درجات حرارة مرتفعة جدا خاصة في مناطق الجنوب 50 درجة الصباح بعد 45، معناها من ثم أوقات باش يتحرموا المواطنين من الخروج. تصور يمكن من 10 إلى الساعة الرابعة موش باش ثم إقبال، حتى وإن باش يكون ثم إقبال باش يكون ثم اكتظاظ ربما كبير في ساعة أو نص ساعة من العشية مخر وإلا ولا مناطق الصباح بكري، معناها باش تكون ثم نوعا ما بعض الصعوبات نعم. بخصوص مثل هذه المواعيد. سي محمد، في لبنان أخروا إلى 10 ليلا مثال التصويت، ثم التصويت عن بعد هل هو مطروح في تونس أو لا؟ صعب جدا على خاطر ذا يتطلب إمكانيات كبرى ويتطلب منسوب متاع ثقة كبير، هو احنا نعتمد في التصوير نعتمد في الفرز اليدوي وبحضور الناس كلها ويوقع التشكيك، فما بالك باش يكون هناك معناها امور الكترونيه. مازلنا برشا بعاد شويه على مثل هذه التجارب اللي تتطلب حقيقه امكانيات كبرى ومنسوب ثقه كبير. به سي محمد تليلي المنصري، يعني تقال برشا كلام منذ الاعلان على تركيبه الهيئه من انه عينها الرئيس والموكب اداء اليمين تم امام الرئيس، وبالتالي وجهت اتهامات للهيئه بانها ما هيش مستقله وبانها هيئه الرئيس وبانها باش تكون يعني مواليه الى الرئيس. شنو ردك على هذه الانتقادات والاتهامات؟ هو ما تغير حتى شيء، راهو شنو اللي تغير في الوضعيه؟ هو احنا نعرف قبل انه عندنا ثلاثه اعضاء انتهت المهمه وراء مده العضويه نتاعهم تقريبا 6 سنتين عامين ونص. مجلس النواب الشعب لم يقع تغييرهم وتجديدهم، معناها هناك حاله نتاع عدم استقرار في التركيبه. ونعرفوا كله انه رئاسه الجمهوريه هي اللي عندها السلطه التشريعيه والوحيده اللي قادره بالتدخل التشريعي بالتالي لتغيير التركيبه. معناها كان ضرورة استقرار تركيبة المجلس، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أهم حاجة هو كون هيئة الانتخابات كمؤسسة دستورية وقع الحفاظ عليها بتاريخها وبأرشيفها وبتقاليدها وبالعناصر البشرية اللي تثبت أكثر من 380 تقريبا موظف اكتسبوا خبرة كبيرة وكبيرة جدا في الميدان الانتخابي، فمش يكون حتى من البرجي يعمل حتى معناها التكوين لدى الهيئة، هذا مكسب ثاني كبير. ثلاثة، شكون اللي ثم؟ ثم ثلاثة أعضاء سابقين اللي هما معناها قاموا بانتخابات سابقة منذ سنة 2011 2014 و18 و19 هذوما معناها واصلوا العمل متاعهم. خلينا نذكرهم للسادة المستمعين، السيد فاروق بوعسكر، السيد محمد تليلي المنصري، والسيد سامي بن سليمة. وهو كذلك، وأنا تقريبا خدمت في 2011 تقريبا مع الرؤساء كلها، مع كمال جندوبي، مع شفيق قطار، مع نبيل بفور، وأنا ترأست الهيئة وقمت بانتخابات بلدية، وتوا مع فاروق بوعسكر، معناها ما ثماش معناها حتى ربما
حتى وين وجدت بعض المشكو ثم أخطاء بسيطة معنا مش ترتقي إلى أن نتهمه بعدم الاستقلالية إلى آخره. ثم ما هو بالنسبة للبقية الاختصاصات قاعد ترشيح من قبل مجالس نتاعهم خاصة في القضاء المالي والإداري والعدلي وقع اختيار واحد من جملة معناها بعض الملفات وهذا بالإضافة إلى كونه العمل يبقى ديما مجدي وباش يكون مباشر معناها بصفة علنية لدى عموم الشعب. علاش تم الاختيار على بث المداولات باش تكون كذلك منشورة؟ علاش تم الاختيار هذا يا سي محمد؟ لإضفاء أكثر شفافية بطبيعة الحال على خطر إحنا وكتشوفوا كنا منتخبين من مجلس النواب الشعب توجهت لنا عدة انتقادات بالانتماءات وقاع التعيين وإن كان بطريقة غير مباشرة وتوجهت عدة انتقادات وكأننا نحن أصبحنا في موضع قاع اتهام وعلينا إثبات العكس. إحنا من بين أن نحب نبينه وكونه راهي شفافية الهيئة وحتى في ربما بالصفات الموجودة للأشخاص الموجودة ما نصورش أنه واحد بش يكون في وقت من الأوقات يضغط يخضع لضغوط ولا إملاءات. ثم رأي هناك عدة ضمانات أخرى مش واحدة نأخذ واحدة نأخذ. ثم ضمانات قانونية، ثم ضمانات متاع رقابة، رقابة المجتمع المدني، ممثلين مترشحين، الملاحظين الأجانب والملاحظين الوطنيين. وإحنا مش بس تغير استراتيجية كل من عنده توفر فيه شروط قانونية ومدونة السلوك باش نعطوه الاعتماد رغم تغير حد شيء راه في التوجه والاستراتيجية. ولكن الرئيس عنده تصريح سابق سي محمد تليلي المنصري رئيس الجمهورية قال وأنه يبدي رفضه معناها على حضور المراقبين والملاحظين الدوليين. هو رئيس الجمهورية ما قصدش الملاحظين، قصد المراقبين، وإحنا بطبيعتنا نرفض أن المراقبين يجوا يراقبونا الانتخابات نتاعنا. معنا احنا دولة عندها سيادة، مراقبين راهي تمشي يراقبوا دولة، كذلك ما عندهاش سيادة ولا نقص السيادة تحت الحماية ولا دولة ما غير مستقلة. نحن المشمولين بالملاحظة هم الملاحظين الدوليين والملاحظين المحليين، هم اللي ياخذوا الاعتماد ويجوا يلاحظوا وبدون المساس في أصل الموضوع ويقدموا تقاريرهم في كنف الشفافية والاستقلالية وياخذوا الاعتماد نتاعهم بصفة عادية إذا توفر كل بطبيعة الحال الشروط القانونية ومدونة السلوك، معناها حتى إشكاله مش بس تغير الاستراتيجية. أي والمراقبين كيفاش يعملوا يعني؟ ملاحظين بطبيعة الحال. المراقبين سي محمد. ما فماش مراقبين. ما شاركوش حتى في انتخابات سابقة، ما حد في حتى انتخابات. لا 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 لا، عندنا الملاحظين الدوليين مش مراقبين. واضح. واضح به. سي محمد تليلي المنصري نختم معك بسؤال بخصوص تصريحات أحد أعضاء هيئة الانتخابات اللي هو السيد سامي بن سلامة على الأجواء العامة في الانتخابات ومن خلال ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه فما ربما خلافات داخل أعضاء هيئة الانتخابات خاصة وأنه تم تضخيم دور رئيس الهيئة وأعطائه صلاحيات أكثر من بقية الأعضاء. شنو ردك لو كنت توضح لنا شنو صاير بالضبط في هيئة الانتخابات؟ هو اللي نأكد لك حاجة وأنا ما ثم حد شيء على خاطر أنا شفت أنتم قبل بعض التجاذبات وحتى صارت حتى في عهدي أنا ما بين الأعضاء بسبب التداخل بين صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية وصلاحيات الرئيس. ربما المرسوم هذا أعطى صلاحيات واضحة لرئيس الهيئة بوصفه رئيس الإدارة وأنه هو باش يترأس الجهاز التنفيذي حتى يمنع التدخل بين ما هو عمل مجلسي وعمل إداري. هذه بسبب الأمور واضحة. واثنين، رئيس الهيئة عنده صلاحياته معاه في كل ما يتعلق بالتسيير الإداري والمالي وهذا من حقه، والمجلس هكا يخرج على العمل الإداري والمالي يخليه عند رئيس الإدارة، لكن كل ما هو علاقة بالمسار خلاه عمل مجلسي وهذا نحبوه احنا. كل عضو يتدخل عنده صوت في المسارات الانتخابية ولكن لا يمكن التدخل في التسيير الإداري والمالي للهيئة بطبيعة الحال يبقى من طرف رئيس الإدارة. هي الهيئة بطبيعة الحال كل عضو عنده صوت، مش كل عضو ولا رئيس هو اللي قرر. العمل المجلسي التصويت بالأغلبية والجلسات علنية، وحتى وإن كانت هناك بعض الاختلافات مش خلافات في وجهات النظر هي تبقى ديما سنة محمودة موجودة، وذلك هو العمل المجلسي ما تم حتى إشكال فيه ونخلق ديما للتصويت في كنف الشفافية بين مثل صارت جلسة خاصة مع ضرورة احترام واجب التحفظ واجب الحياد الأمور القانونية وهكذا تتواصل العمل. صارت جلسة خاصة بين سيد فاروق بوعسكر ووزير الداخلية كما سمعنا. هو لو في الواقع لا ما صارش، أنا حد علمي ما صارش، لكن راهو دائما عنده وجود تركيبة جديدة للمجلس أو وجود معناها
رئيس جديد للهيئة بطبيعة الحال بتكون هناك بعض اللقاءات، حتى وإن كانت بتكون في إطار تنسيق العمل، لأن نحن نستحق كل المؤسسات وسلسلة وزارة التربية في كيفاش باش يعطونا الأقسام باش نستغلوها في مكاتب الاختراع، وزارة الداخلية للتأمين والحماية، وزارة الدفاع لنقل كيفية نقل الجنود والصناديق وتأمين الحماية إلى آخره. معناها ماهيش إشكالات راهي موجودة كل المؤسسات نتاع الدولة، فقط سامي ديما الحفاظ على عدم التدخل في القرار السيادي للهيئة، ذاك أهم حاجة. واضح سي محمد. فما لقاء مرتقب بين السيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس هيئة الانتخابات ربما بخصوص الرزنامة اللي باش تتحدد خلال الساعات القادمة يعني؟ طبعا احنا مشات مراسلة رسمية لرئاسة الجمهورية، رئاسة المراسلة هذه وهما مؤكد أنه معناها تقع متابعة مداولات المجلس سواء كان على الموقع ولا حتى على مستوى المداولات. التفاعلات نتصور باش تكون في إطار تنقيح المرسوم بحسب النقاط اللي رفعتها الهيئة إلى رئاسة الجمهورية. تنقيح المرسوم ذاك للتسجيل الآلي للناخبين في عدة نقاط، أخرى زاد. نشكرك برشا سي محمد تليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل اللي تخص الاستفتاء المقرر يعني تنظيمه في 25 جويلية. الرزنامة ما زالت مش واضحة إلى حد الآن في انتظار تدخل رئيس الجمهورية للإعلان عن بعض النقاط ولا بعض الإجراءات لوضوح الرؤية. وعلى كل إذا كان شقد نفس بالقانون القديم أنه نهار 25 ماي لازم يتم إصدار دعوة للناخبين وإصدار النص متاع الاستفتاء. إن شاء الله تو نعرفوا على شنو باش يتم استفتاء الشعب التونسي. ريكاب ميدي. مضي ساعة و 39 دقيقة على إذاعة الحياة فهم. مازلنا مواصلين في الفقرة الأخيرة من ريكاب ميدي تود سويت ديفير نيوز. ديفير نيوز. في ديفير نيوز لليوم نرجع على آخر المستجدات الاقتصادية. طبعا نحكي على المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس اللي تشارك فيه رئيسة الحكومة السيدة نجلة بودن رفقة وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي. في هذا المنتدى يشارك تقريبا 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم. ما أهمية هذا المنتدى وكيفاش بتكون مشاركة تونس، وبطبيعة الحال ماذا ستستفاد تونس من مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس؟ لقراءة اقتصادية معمقة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة السيد رذاش كوندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية. سيد رذاش كوندالي مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعتكم ومرحبا بكم كلكم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سيري ذا معايا سي حمد البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام في البلاتو. مرحبا سيري ذا. أهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا. طيب سيري ذا نبدأ معك بسؤال عن أهمية مشاركة تونس في المنتدى العالمي الاقتصادي دافوس. منتدى دافوس هو اللي يخرج تقريبا كل سنة تقرير مهم حول تنافسية البلدان، ويصنف هذه البلدان من الأفضل تنافسية إلى الأسوأ تنافسية. هذا التقرير يعتمده المستثمرون الأجانب للتقرير حول أنه نستثمر في هذا البلد أو ذاك، وبالتالي هو يعني مهم جدا، يعطي فكرة على تنافسية الاقتصاد التونسي، هل أنه اقتصاد يتقدم بصورة جيدة أو يعني فيه إشكالات كبيرة، وبالتالي لا يعطي مناخا للأعمال يمكن للمستثمرين الأجانب أنهم يستثمروا في هذا البلد. هذه تقريبا البسطة حول التقرير. هذا هو تقرير مناخ الأعمال، يعني هذا مهم، تقرير مهم جدا للمستثمرين الأجانب. كيف ستقنع رئيسة الحكومة سيدة نجلة بودن والوفد المرافق لها سيدة شكوندالي برأيك تقنع بالوضعية الاقتصادية لتونس، خاصة عنا مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي، عنا أيضا تراجع تونس
في بعض التصنيفات يعني الدولية يظهر لي المهمة ستكون صعبة. والحقيقة الدور نتاع رئيس الحكومة والوفد المرافق لها هو لإقناع أنه راهو فما تحسن في الفترة الأخيرة على مستوى هذا المؤشر، مؤشر التنافسية العالمي. هذا المؤشر هو نعرفوه يحتوي على 114 عامل لقياس التنافسية، ويرتكز أساسا على ثلاثة عوامل. هو عامل المتطلبات الأساسية اللي فيه المؤسسات، المؤسسات ما فيها القوانين والمؤسسات الدستورية كما البرلمان وكما الهيئات الدستورية وما شابه ذلك، فيه البنية التحتية، فيه بيئة الاقتصاد الكلي، فيه الصحة والتعليم الأساسي، وفيه تقريبا هذوما المكونات الأساسية للعامل الأول وهو المتطلبات الأساسية. ولكن هناك العامل الثاني وهو محفزات الكفاءة في التعليم العالي والتدريس، في فعالية سوق السلع، في فعالية سوق العمل، في تطوير سوق المالية، في الجاهزية التكنولوجية، وفي حجم السوق. والعامل الثالث هو عامل الابتكار والتطور، ويشمل مستوى تطور الأعمال التجارية ومستوى الابتكار. دور رئيس الحكومة والوفد المرافق لها هو عملية الإقناع وتقديم أنه تونس قاعدة تتقدم في المؤشرات هذوما، لعل في التقرير القادم المنتدى يحسن مرتبة تونس، وهذا يجلب الاستثمارات الأجنبية لتونس. طيب، وبخصوص المواضيع الأخرى تنجم تعتمد عليها سيدة رئيسة الحكومة كتداعيات جائحة كورونا اللي أضرت باقتصادات العالم أجمع، كالحرب الروسية الأوكرانية أيضا اللي عندها تداعيات على اقتصادات العالم، هل هذه نقاط يمكن أن تعتمدها سيدة رئيسة الحكومة في لقاءاتها على هامش هذا المنتدى العالمي؟ نعم، المنتدى العالمي هذا سيتناول من بين المواضيع المهمة هو موضوع الصراع في أوكرانيا وتداعياته على الأزمة في عديد البلدان ومنها تونس، وبالتالي تونس لابد أن تبرز من خلال مشاركتها أن تونس تقريبا لها من الصلابة الاقتصادية أنها لم تتعثر بالصورة الكبيرة على مستوى هذه الجائحة، وبالتالي يمكن لها أن تقدم يعني فكرة جيدة على الاقتصاد التونسي، مما سيحسن مرتبة تونس في هذا التصنيف. ولكن لا أعتقد أنه يمكن للحكومة التونسية أن تقنع في هذا الإطار، ولكن لأنه هناك مسألة مهمة ومهمة جدا، وهي العامل الذي ذكرته في الأول وهو عامل المؤسسات. يعني من الصعب جدا أن تقنع أنه بدون مؤسسات يمكن للاقتصاد التونسي أن يكون صلبا تجاه الأزمات العالمية ومنها أزمة الصراع في أوكرانيا. سيدة سيادتك ذكرت أنه ثم ثلاثة نقاط أو ثلاثة محاور مهمة: المتطلبات الأساسية، الجاهزية والكفاءات والابتكار. تراش أن تونس بعيدة شوية على الجانب هذا اللي يخليها صعيب ياسر أنها تكون من بين الدول المحظوظة بين الظفرين على مستوى الملتقى هذا؟ شوف، أنا نعطيك فكرة واضحة على مرتبتنا. احنا لما كنا في 2011 بداية 2011 في الترتيب متاع منتدى دافوس القدرة التنافسية كنا في المرتبة 32، والآن نحن تقريبا في المرتبة بين 88 و90. نعم. يعني توخرنا فوق 60 مرتبة كاملة. نعم. وبالتالي يعني في هذا الترتيب صعب جدا أنه نقنع أنه بعد الثورة يعني الحكومات المتداولة حسنت هذه العوامل الأساسية في المعتمدة في هذا الترتيب. نعطيك التأخير معناه الكبير اللي وقع وين. يعني مثلا في عوامل الابتكار والتطور، يعني خاصة على مستوى تطوير الأعمال ومستوى الابتكار، تقريبا وخرنا نأخذ مثلا جزء عامل معناها بسيط في عوامل الابتكار والتطور. مستوى الابتكار كنا في المرتبة 31 في
في 2011 أصبحنا في المرض في المرتبة 104. نعم. في نعطيك حاجة أخرى، مثلا في فعالية سوق السلع كنا في المرتبة 33 أصبحنا في المرتبة 113. معنا عديد تراجع كبير برشا سيري ذا، هذا تأخرنا بصورة كبيرة وكبيرة جدا. نعم. طيب سيري ذا، أنت أشارت إلى أزمة المؤسسات، خاصة ولي نحكيهم مثلا على البرلمان هكا ولا سيري ذا؟ نعم نعم. بش يكون هذا عنده تأثير واضح على ولا بش يكون عنده صعوبات على عمل سيدة رئيسة الحكومة؟ بطبيعة الحال، لأنه يعني المؤسسات ومنها التشريع والهيئات والبرلمان هو مكون أساسي من مكونات الديمقراطية، وتونس تشارك في سويسرا بلد الأكثر ديمقراطية، ومع دول يعني تريد إقناع الدول الديمقراطية بماذا؟ بمؤسسات غير ديمقراطية. هذا لا أعتقد أنه سيساعد هذه الحكومة في مسألة الإقناع ومسألة تحسين مرتبة تونس في التنافسية العالمية. لا أعتقد أنه، أنا أعتقد أنه مهمة صعبة وصعبة جدا في غياب الهيئة المؤسسات الدستورية. سيري ذا، لما كان ترتيبنا 31 تقريبا في 30 في ظل في كل شيء، بماذا استفادت تونس في الفترة هذيك؟ يعني بالنسبة ما فماش هو المنتدى هذاك، ولكنه نقولوا احنا حجم الاستثمار الأجنبي في قبل الثورة كان في الحقيقة أرفع من حجمه ما بعد الثورة، وخاصة في السنوات الأخيرة في غياب المؤسسات الدستورية المؤسسات الديمقراطية هناك تراجع كبير على مستوى الاستثمارات الأجنبية وحتى الاستثمارات المحلية، ونحن نشاهد لأول مرة في تاريخ تونس في دفاتر الوكالة الوطنية للاستثمار صفر نوايا استثمار، يعني ليس هناك نية للاستثمار حتى من جانب التونسيين. وبالتالي إذا كان ابن البلد لا يستثمر في بلده، فلا أعتقد أنه الأجنبي سوف يستثمر في هذا البلد. هناك تراجع كبير وكبير جدا. هناك هذا يعطي كذلك اطمئنان للمؤسسات الدولية التي تريد إقرار تونس أنه تونس تتعافى بصورة جيدة عندما تتحسن على مستوى مرتبتها في دافوس. وبالتالي هناك ثقة، تبنى الثقة بين المؤسسات الدولية والمستثمرين مع تونس، وبالتالي لا تجد تونس صعوبة حتى على مستوى تعبئة الموارد الخارجية. يعني المسألة مرتبطة بعديد العوامل التي قد تعيق تونس إن لم تحسن مرتبتها في التنافسية العالمية في الحصول على التمويلات اللازمة وكذلك على جانب الاستثمارات الأجنبية. سيري ذا، أمام تراجع المؤشرات اللي كنت تحكينا عليها، أمام زاد غياب بعض المؤسسات كما مثلا البرلمان والصعوبات بصفة عامة اللي تعيش على وقعهم تونس، شنو ننتظره من السيدة رئيسة الحكومة؟ بشنو تنجم تعود إلى تونس؟ شنو اللي تنجم تحقه اليوم للتوينسة من خلال مشاركتها في دافوس؟ ربما يعني طرح الموضوع من حيث صعوبة تعبئة الموارد الخارجية والانسداد المالي على مستوى المالية العمومية قد يقنع بعض الأطراف الدولية التي تريد في الحقيقة مساعدة تونس أنها تقدم في هذه العملية، ولكن نحن شاهدنا على مستوى الاتحاد الأوروبي وكذلك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية اشتراط العودة إلى المسار الديمقراطي كشرط أساسي للإقدام على مساعدة تونس ماليا، حتى الصندوق النقد الدولي يشترط هذا الشرط الأساسي، والذي يوفر توافق حول برنامج اقتصادي اجتماعي يمكن أن يكون برنامج لكل التونسيين، وبالتالي يقنع صندوق النقد الدولي. لكننا نلاحظ في الحقيقة أنه هناك نوع من الصعوبات التي يعني ترافق الوفد التونسي، ومنها يعني صعوبة تنظيم الحوار القادم مع رئاسة الجمهورية، وتقريبا نفور بعض المنظمات من هذا الحوار، وهو ما يوحي أنه البرنامج الذي سينبثق من هذا الحوار هو ليس برنامج لكل التونسيين، وبالتالي صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يذهب مع برنامج لا يجيب
نجمع كل التونسيين، لأنه هناك انتخابات قادمة في آخر هذه السنة، وقد يبرز وقد ينجح في هذه الانتخابات طرف لم يشارك في الحوار، وبالتالي يمكن أن لا يستمر في البرنامج الذي سينبثق من هذا الحوار مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي صندوق النقد الدولي لن يوافق على هذا. سريدا تراش أنه الوضع الاقتصادي العالمي الحالي اللي نشوفوه على مستوى كل الدول من أمريكا إلى اليابان قد يشفع لتونس تأخرها ربما في بعض المراتب على مستوى الجانب الاقتصادي، ويخلي منتدى دافوس هذا يعطي نقولوا احنا مهلة أخرى وتنجم تستفيد بشكل أو بآخر من التمويل على مستوى المال الاقتراض. يعني شوف احنا رانا عندنا علاقات تاريخية وعلاقات متميزة واتفاقات فيها يعني الشيء الكثير مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن تغيير هذا بين عشية وضحاها. نقول اي احنا باش نغيره، ما عادش احنا باش نعمل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وباش نمشي توا مع الصين ومع روسيا ومع الحلف اللي معهم. هذا صعب جدا، صعب جدا. لماذا؟ لأنه المؤسسات الاقتصادية الأجنبية المتوفرة في تونس والتي استثمر في تونس جلها من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية. الصين لنا عجز تجاري كبير معها. لماذا؟ لأنه ليست هناك مؤسسات صينية في تونس تستثمر، وكذلك روسية، وبالتالي لن نستطيع بين عشية وضحاها أن نغير المنوال من منوال متجه نحو منفتح نحو الاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى منوال منفتح نحو التحالف الروسي الصيني. أعتقد أنه صعب، صعب جدا. هذا يتطلب سنوات وسنوات. ونحن حاليا لدينا اختناق مالي كبير لا يمكن له أن يتوفر بهذا الحلف الجديد. نختم معك سيريدا بسؤال بخصوص المفاوضات اللي صايرة بين تونس وصندوق النقد الدولي. كيفاش ترى مستقبل هذه المفاوضات؟ هل ستنجح تونس فيه أم أنه كما أرى عدد زيادة من الأراء من الخبراء الاقتصاديين وأنه هذه المفاوضات لن تتوصل إلى أي اتفاق يعني مع صندوق النقد الدولي؟ ومنها موقفي الشخصي هو مش موقف خبراء أو موقفي، هو موقف المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور، وهو صرح أنه فوق مكتبي هناك 4 ملفات عاجلة، هو ملف مصر الجزائر وتونس وأعتقد الرابع لبنان. نعم لبنان، وهو صرح صراحة أنه قابل ملف لبنان رغم الصعوبات المالية الكبيرة، بما أنه لبنان لديها برلمان ويمكن أن تتوافق حول برنامج يجمع كل اللبنانيين وعملوا انتخابات جديدة، وكذلك مصر وكذلك الجزائر، وأعلن صراحة أنه يرفض ملف تونس في الوقت الحاضر. واضح. نشكرك برشا سيريدا شكوندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية على التدخل معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص مشاركة تونس في منتدى دافوس العالمي. شكرا جزيلا لك. نشكرك برشا زيدا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، بارك الله فيك. نشكر أيضا زملائنا في الإخراج التقني أحمد المخلوفي، نوفل الشرطاني في الديجيتال، عبير اتويتي في الديجيتال. نشكر برشا أنس الهمامي في أستوندار. كنت معكم سهم حمدي من نهار حتى التوا في ريكاب ميدي، نتقابلوا إن شاء الله غدوة في ريكاب جديدة في لامين. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي. في ريكاب ميدي عن عودة على المستجدات بخصوص الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجدل اللي صير والتنازع على رئاسة الاتحاد. هذاك علاش معنا بالتليفون السيد نور الدين بن عياد عن اتحاد الفلاحين. سي نور الدين بن عياد مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. شكرا، مرحبا بقناة حناة فام، مرحبا بكم. يعيشك، بارك الله فيك سي نور الدين، مرحبا. دونك سي نور الدين الحقيقة باش نبدأ معك بسؤال، من هو رئيس اتحاد الفلاحين في تونس؟
شكرا. على كل حال بعد الشرعية الحقيقية نقول نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، رغم ربما السيد الرئيس السابق ما قبلش التمشي اللي مشات فيه المجموعة اللي متوفرة فيها النصاب واللي ندينا في جدول الأعمال معناها العديد معناها من الاجتماعات الداخلية متاعنا سواء على مستوى المكتب التنفيذي أو على مستوى المجلس المركزي. ولهنا نقولوا اللي الجلسة متاعنا للمجلس المركزي قانونية وبدون حتى ربما تحفظات والشيء اللي ما قبلوش سعب هذا لابد أنه يكون تداول وسنة التداول سواء كانت معناها بالمؤتمر أو بقرار المجلس المركزي اللي هو يعتبر معناها السلطة ما بين المؤتمرين. واليوم خذينا قرارنا إلى ما فيه النفع في الحقيقة المنظمة بتاعنا اللي اليوم تعاني في ركود وتعاني في تهميش، وربما معناها اليوم منظمة عندها أكثر من سنتين وما تحرك حتى ملف قطاعي اللي اليوم المنظمة تحطت للدفاع على منظوريها سواء كان في البر والبحر واليوم حتى كان علاقتنا مع السلطة اللي ربما باش تحلحل ولا تخفف من وطأة معناها المشاكل الموجودة في القطاع اليوم مرصودة الأبواب، وأبقينا في المنظمة ربما نتحركوا على مستوى داخل المنظمة ولكن خارج المنظمة حتى حد ما نجم يسمعنا باعتبار أن وضع المنظمة وكما حكينا ماهوش معناها مش به برشا. نقول احنا المناخ مش به برشا ومش ملائم باش تقوم المنظمه بدورها الفعال لفائده الفلاحين. باهي نرجع معك سي نور الدين على الجلسه نتاع 18 ماي اللي هي الجلسه اللي تم فيها سحب الثقه من الرئيس نعرفش نقول والله رئيس اللي تم سحب الثقه منه السيد عبد المجيد الزار. في الطرف المقابل سي نور الدين يقال بقية يعني الجزء الآخر ولا الشق الآخر داخل اتحاد الفلاحة أنه هذه الجلسة لاغية وغير قانونية وما توفرش فيها النصاب اللازم يعني لانعقادها. أخت الكريمة احنا ما عمرنا ولا عملنا حاجة معناها اللي فيها شبهة ولا فيها كذا، احنا كنا أولاد المنظمة والدليل على ذلك انعقاد المجلس المركزي يوم 18 ماي دعينا وكلفنا سيد الرئيس بيدو باش يستدعي كافة أعضاء المجلس كما دعينا احنا مطالبين باش ندعو كذلك بكافة أعضاء المجلس وكان النصاب وبحضور عدلي إشهاد وربما معناها تثبت في هوية معناها أعضاء المجلس فردا فردا. ولما سيد النائب سي معز بن زغدان انطلق في الجلسة وأعطاه جدول الأعمال لخيان بكل يطالبوا بما طالبنا به على مستوى المكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي الموسع اللي هو مش متوفر، وفي غياب الرئيس ومماطلة الرئيس لمدنا بما يحتويه جدول الأعمال أي من قوائم مالية وربما معناها كشف التصرف المالي إلى غير ذلك وتقدم حتى ملفات القطاعات اللي اليوم عالقة والقطاعات تعيط من كل الجهات، ف راو من الواجب تغيير المشهد ولابد أن المنظمة معناها تاخذ قرارها وتم سحب الثقة من سي عبد المجيد اللي يعتبر معناها عضو مجلس مركزي ولكن تتنحى الصفة نتاع رئاسة المنظمة وتم انتخاب نور الدين بن عياد معناها بالإجماع اللي يخلي المنظمة تسير وتظهر في مظهر معناها ربما جديد اللي باش نجموا نتعاملوا مع بقية الأطراف الأخرى. باهي سي نور الدين بن عياد، تعليقك على المشاهد اللي شفناها في جلسة يوم السبت شد وجذب الحقيقة في منظمة الفلاحة، يعني صورة أو الحاجة لا تليق بمنظمة عريقة المنظمة التونسية للفلاحة هذه حاجة، وثاني حاجة علاش ما تمش هكا تقريب وجهات النظر في عوض هالصدام هذية، يتم تقريب وجهات النظرها وتم تقديم مقترح على أنه ينعقد مؤتمر وطني في شهر جان في 2023 ومن بعد يتم معناها الأمور الكل. شنو تعليقك سي نور الدين؟ احنا المشهد ربما اللي شفناه ولا تفاعل معناها أعضاء المجلس المركزي، أما اللي قلق ما يلزمش نأجزوا الأمور حتى لين باش نشوفوا بعض وجوه خارجية حتى على المنظورين متاعنا.
هذا اللي قلقني واللي أسفني أني نشوف وجوه ما نقولش غريبة، ما هي ربما حتى كان من بعيد ما تمت حتى صفة لفلاح ولا لبحار لا لشيء، أن مناصرة للرئيس المتخلي ومناصرة للرئيس عبد المجيد ماهيش معقولة. اليوم المجلس المركزي أعطاه كلمته وعنده كلمته، يعني أعلى سلطة بين مؤتمرين، يعني أخذ قرار وانتهى. اليوم باش نقعدوا معناها نأجزوا في العباد ما تليقش بينا، ولو أنه هو الاحتجاج هو موجود في كل منظمة، ومن حق الفلاحين والبحارة أنها باش تعبر على رأيها، ولكن موش من المعقول زاد أنه باش نهبطوا المنظورين متاعنا. وقال شنو قال هات مناصرة، معناها ما فيهاش مناصرة، معناها قرار المجلس يعتبر معناها مستمد من القانون الأساسي اللي ضبطناه مع بعضنا في المؤتمر الوطني. كان ثم حاجة فيها زيادة أو نقصان لابد تكون على مستوى المؤتمر الوطني، علما وأن معناها في شهر مارس أفريل انطلقنا إعداد المؤتمر الوطني، وإحنا اليوم في مرحلة إعداد للمؤتمر. ما سماش ضرورة باش نضيع الوقت باش تتهيكل القواعد نتاعنا القائدية والمحلية والجهوية ثم المركزية. لهنا معناها وقت اللي نقول راهو انطلقنا بعمل فعلي، يعني ماهوش وتم تم ضبط موعد المؤتمر. الأشهر هذوما ما يحبش أنه باش يتنحى، نقول له راهو هذا تعطيل لمسار المنظمة اللي اليوم عندها عامين في حالة سبات. وقت نقول سبات أن القطاعات، معناها عليكم انتم الاخوه الاعلاميين ان القطاعات كلها تتشكل، سواء كانت الالبان، الزراعات الكبرى، الصيد البحري، تربيه الماشيه الى غير ذلك. معناها اليوم مش من المعقول باش نخلوا منظورينا حتى تهرب وتخلي الاتحاد وتقول لك ما يلزمنيش الاتحاد وقت ما يقدم ليش نتائج لقطاعي. هذا المهم. تم تحديد موعد المؤتمر اللي باش ينتظم سي نور الدين؟ نعم، احنا مؤتمراتنا ما شاء الله من عشرات السنوات، يوم 12 ماي 2023 سيتم المؤتمر الوطني بحول الله في ظروف ممتازة وممتازة جدا إن شاء الله. نعمله يوم 12 ماي القادم. نعم. سي نور الدين، توا بخصوص المكتب التنفيذي للمنظمة، الأعضاء نتاعهم هما الأعضاء كيفاش يعني تم فيهم بعد ما تم انتخابك رئيس للمنظمة هذه؟ شنو صار في بقية الأعضاء نتاع المكتب؟ بقيت الأعضاء هما بيدهم وفك الكريمة، كنا زملائنا في المكتب التنفيذي هما بيدهم ما يتغير حتى شيء، وفي المجلس المركزي نفس الأعضاء ما يتغير شيء، وسعد مجيد يبقى عضو مجلس مركزي ما يتغير حتى شيء. ولكن شفنا عدد من الأعضاء اللي هما مساندين السيد عبد المجيد الزار. لا أختي الكريمة، النصاب موجود أكثر من 18 عضو مكتب تنفيذي مرحبين بالمبادرة هذه، وأنا قاعدين نخدمه بحول الله في أقرب الأجال باش يجتمع المكتب التنفيذي لمواصلة العمل الجدي اللي المفروض من اليوم الانتباب على الملفات، وأهم الملفات الزراعات الكبرى للموسم ما شاء الله، والألبان اللي في معناها في مشاكل كبيرة، في لحظة الطماطم اللي اليوم معناها مجبورين أن باش نحلحلوا معناها كلفة الإنتاج نتاعهم المتدنية، لابد باش نوجدوا حلول وحلول إن شاء الله. وخاصة أن الاتحاد مدعو باش يشارك في الحوار الوطني اللي فيه استراتيجيات احنا عطينا فيها رأي وعطينا. سي نور الدين، أنا باش نسألك السؤال هذايا، هل صحيح أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد اشترط انه يتم تنحية السيد عبد المجيد الزار من على رأس اتحاد الفلاحين لكي يشارك الاتحاد في الحوار الوطني؟ ايه مش بشرطه ومش بشرطه، وقت اللي عايتنا السيد الرئيس بمعية معناها زملائي الخمسة، معناها هو عمل انتقاه ورأى من الواجب انه يتحدث مع الستة هذه والبقية. من بعد صار اجتماع بينك وبينه شخصيا، يعني ما عدا في شخص رئيس الاتحاد. فهمتك. وبلغناه لسي عبد المجيد بكل امانة، كان من الاجدر انه ناخذ قرارنا معناه في خمسة
في 5 دقائق ويتنحى عبد المجيد ويتقدم اللي باش يتقدم كلهم بصبع عسل من أعضاء المجلس المركزي أو من أعضاء المكتب التنفيذي والسفينة تسير بدون معناها خروقات وبدون بلبلة وبدون معناها حس اللي نسمع فيه من هنا. سي نور الدين بخصوص اللقاء اللي جمعك فقط شخصيا مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، شنو أبرز النقاط وإلا التوصيات اللي وجههم رئيس الجمهورية؟ هي مشاركتنا في الحوار الوطني والاستعداد للحوار الوطني. وقت اللي أبدينا استعدادنا ورحبنا على أساس أننا باش نكونوا عنصر فاعل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خاصة وأن اجتهدنا في غياب ربما علاقاتنا الخارجية أو علاقاتنا مع السلطة، قمنا بدراسات وقمنا بإعداد معناها استراتيجية لقطاعاتنا وباقية في رفوف الاتحاد. اليوم الحمد لله أن باش نقدموا بها صلب الحوار الوطني لحل مسائل القطاعية متاعنا سواء كان يعني سي نور الدين نعم المنظمة الفلاحية بقيادة السيد نور الدين بن عياد هي موافقة على المشاركة في الحوار الوطني اللي باش ينطلق يعني تحت لواء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، هذا موقف رسمي للمنظمة نفهم؟ نعم نعم واضح. به سي نور الدين فقط سؤال أخير، هل أنت متواجد في مكتبك الآن تباشر المهام متاعك بصفة عادية وإلا لا؟ أنا كنت في مكتبي كنائب رئيس ولا زلت، وأعطينا الفرصة رغم اللي نبهنا على سعد مجيد بتنبيه عدلي وقلنا له راهو ضرورة إخلاء مقر المنظمة وتسليم مفاتيح المنظمة ومكتب الرئاسة. احنا ننتظر في المدة القانونية وما عليه إلا ينضبط. وقتاش المدة القانونية توفى؟ إلى وقتاش الأجال؟ إلى غد بعد غد. غد بعد غد. به واضح، نشكرك برشا سي نور الدين بن عيد، بارك الله فيك على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التوضيحات والتصريحات بخصوص ما يحدث في المنظمة التونسية للفلاحة والجدل. المنظمة التونسية للفلاحة بقيادة السيد نور الدين بن عيد كان يأكدنا وأنها موافقة على المشاركة في الحوار الوطني اللي باش ينعقد في الفترة القادمة. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.